ما هي قصة المثل القائل تمخض الجبل فولد فأرا؟ تدور أحداث المثل الشهير تمخض الجبل فولد فأرا في قديم الزمان، ويضرب ذلك المثل في حال أن يكون كمية الشيء الذي حصلنا عليه صغير جدا وغير كاف، ولا تساوي مقدار التعب والجهد الذي بذل في سبيل الحصول عليه، حيث يقال تمخض الجبل فولد فأرا، والذي أصبح مثلا شهيرا توارثته الأجيال. وتدور أحداث ذلك المثل في قديم الزمان في إحدى الوديان، حيث قيلت تلك الجملة من أحد مشايخ البدو في موقف مرعب ومضحك في نفس الوقت، ويحكى كالتالي: كان جماعة من البدو الرحل مسافرين في إحدى الوديان، وحين شعورهم بالتعب من السفر قرروا نصب خيمتهم في مكان في الوادي بالقرب من الجبل. وبينما هم جالسون يتناولون القهوة، شاهدوا بعض الرمال والحجارة الصغيرة تتساقط من الجبل من الفوق. شعر جميع الجالسين بالخوف الشديد، ظنا منهم أن خطرا قادما، سواء زلزال أو بركان أو هجوم لخنازير برية ضخمة. نهض الجميع مسرعين من المكان، وقاموا بمراقبة الجبل جيدا مع الحراسة، شد الحراسة وشد الأمتعة. وبعد قليل خرج من أحد الجحور في الجبل فأرا، وفر أمامهم مسرعا في الجانب الآخر من الوادي. فضحك الجميع، وعندئذ قال شيخ ممن كانوا معهم: تمخض الجبل فولد فأرا. وأصبحت تلك الجملة التي قالها الشيخ الكبير مثل شهير جدا تناقلته الأجيال فيما بعد عبر الأزمنة.